Ja. عم بيسجل بس عليك تصور بس عم بيسجل لين صادر Have an envelope, please. سفير العالم العربي الأستاذ زكريا فحام رح تطرح عليه السؤال. لين مساء الخير. بدي أسألك سؤال بتمنى تجاوبين عليه بكل صراحة. لو انعرض عليك بالنصف نهائي مبلغ 10,000 دولار تتصرفي فيهم لجمعية خيرية تنسحبي من المسابقة، هل بتكملي المسابقة أو تنسحبي وبتاخدي 10,000 دولار؟ بونسوار. أول شيء إذا كان هدفها لل 10,000 دولار لإلي إنسانة إني أعمل شيء إنساني، أكيد حفضل أخدم بلدي على إنه ضلني أنا بمسابقة، فأكيد بتبرع لجمعية المخدرات كرمال نوعي الشباب على كثير.